بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في طاعة أولي الأمر، فصل في فضل الإمام العادل. وعن بشر بن عاصم عن أبيه أنه بعث إليه عمر بن الخطاب ليستعمله على بعض الصدقة، فأبى أن يعمل له. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أتي بالوالي فيوقف على جسر جهنم، فيأمر الله الجسر فينتفض به انتفاضة، يزول كل عظم من مكانه، ثم يأمر الله العظام ترجع إلى أماكنها، ثم يسأله، فإن كان لله مطيعاً أخذ بيده وأعطاه كفلين من رحمته، وإن كان لله عاصياً خرق به الجسر فهوى في جهنم مقدار 70 خريفاً. هذا الحديث مشهور، رواه الإمام أحمد وأبو نعيم في الحلية، أورده ابن عساكر في ترجمة الأوزاعي، ويضعفه أهل العلم. تضعيفه لا يعني به أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجزم كذلك بأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الأحاديث الضعيفة ما تثبت بها أحكام يكلف بها المؤمن، لا تجد نصاً ورد في إيجاب شيء أو تحريمه إلا وهناك نص ثابت، إما من كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء حديث ضعيف، أهل العلم يقولون إن كان هذا الحديث مما فيه تخويف أو تشويق لعبادة الله أو ترهيب في اجتناب معاصيه يروى يذكر للناس، فإن كان له أصل لا يضرك يا عبد الله إن عملت به، وإن لم يكن له أصل فينظر هل هذا يوافق الأصول، بمعنى أنه لم يخالف الشرع ولم يضاده، فإن كان كذلك يعمل به. وكذا ما جاء في أنه صلى الله عليه وسلم أجاز لهذه الأمة أن تروي عن بني إسرائيل، هنا يقول أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلاً على الصدقة، يعني يذهب فيجمع الصدقات. وقلنا فيما مضى أن الصدقات ظاهرة وباطنة، الباطن يعني الذهب والفضة وما يعمله الإنسان من أموال تكون له خاصة
وظاهر كالتجارات ما يعرضه التاجر من بضائع ويكشف للناس، والزروع وما تنتجه من ثمار، والنعم والبهائم، هذه أموال ظاهرة يبعث الحاكم المصدق وهو الذي يجمع هذه الصدقات فيقيدها ويخرصها ويقول يا فلان عليك كذا مقدار الزكاة، إما يدفعها لهذا النائب أو يرسلها إلى العاصمة حيث يوجد الوالي الكبير. استعمل هذا الرجل، ثم بعد فترة وجده قال ألم أكلفك بالقيام بالأمر؟ قال بلى. قال ولم لم تذهب؟ ألا تعلم أن هذا جهاد؟ قال بلى أعلم، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث، يعني منعني من الاستجابة لما طلبته مني هذا الخوف الشديد. ما من وال يعني ليس هناك وال تولى أمر المسلمين إلا وسيلاقي هذه الشدة، سنتلوها وتعرفونها. هذا الوالي لا يخص الوالي الأول، لأن هذا الوالي إنما تولى المطلوب منه قيام عمل مخصوص، فدل على أن هذا الحديث يشمل جميع من تولى أمر المسلمين ويصدقه ما ذكرناه سابقا. ما من وال يلي أمر عشرة من المسلمين إلا ويأتي الله يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه. اسمعوا الحديث، اقرأ يا عبد المغني. إذا كان يوم القيامة أوتي بالوالي فيوقف على جسر جهنم. يوقف على جسر جهنم، ما هو الصراط؟ لأن الصراط إنما ينصب بعد المحاسبة، يحاسب بعد ما تنشر الصحف ويوضع الميزان ويظهر الكافر من المسلم. أما الكفار فهم يذهبون يساقون إلى جهنم ثم يجثون على الركب جثيا حتى تأتي الملائكة فتنتزع أشدهم على الرحمن عتيا فيلقى في جهنم. لكن هذا الصراط وضع للأمم الذين استجابوا لأنبيائهم، منهم الخليط والذي غش والذي خدع والمنافق، ومنهم المؤمن، كلهم يطلب منه المرور على الصراط. منهم من يتأذى تخدشه الكلاليب من على الجسر، ومنهم من يسقط في النار، ومنهم من يجتاز، ثم بعد الاجتياز يكون حينئذ الاقتصاص بين من استحق دخول الجنة لا يدخلونها حتى ينقون. أما هذا دل على أنه غير جسر، غير الصراط الذي يجتازه الناس. يقول كل وال ينصب له جسر على جهنم ويعرض عليه هذا السؤال، كقوله في الحديث ما من وال إلا ويأتي يوم القيامة. لا تظن أن هذا شأن الولاة كلهم، لا. ألم تسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، أتعلم بما بدأ؟ قال إمام عادل، دل على أن الإمام العادل فوق كثير من أولئك الذين يظلهم الله في ظل عرشه، إنما هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فأخبر صلى الله عليه وسلم هنا أنك يا عبد الله استجب لله ولرسوله في إقامة العدل، وأن من تولى ولم يؤتِ بما أمر الله عز وجل
ما من وال إلا وينصب له يوم القيامة على جسر في جهنم، فيعرض له هذا الذي ستسمعونه. اقرأ. فيأمر الله الجسر فينتوض به انتفاضة يزول كل عظم من مكانه. رواية أبو نعيم، رواية أبي نعيم أنه يزول كل عضو عن موضعه. اختلاف الرواة في ألفاظ الحديث ليس معناه أن الحديث غير صحيح أو فيه ارتياب، فيه أحاديث يكررها صلى الله عليه وسلم في مجالس فيأخذها الرواة حسب ما قيل في المجلس، وفيه أحاديث لم يلقها صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة على من يسمعه كحديث الحج وغيره. ثم يختلف الرواة في حفظ هذا الحديث، منهم من يرويه بالمعنى لأن الراوي وهو عالم بالعربية من أهل اللسان يسمع الحديث الطويل لا يكون فيه ذاك الحفظ الذي يتلقى كل حرف فيؤديه كما هو، رغب صلى الله عليه وسلم في ذلك فيحفظ هذا، وآخر يحفظه على سياق آخر، لكن تجد المعنيين متكافئان ما يتضاربا ولا يتناقضا. هذا ليس فيه بيان أن الحديث مضطرب أو كذا، لا، اضطرابه أو ضعفه يأتي من أمر آخر. هذا الذي أخبر عن ذلك أن موضعه أن كل عضو يزول عن موضعه أو كل عظم يزول عن مكانه حسب اجتهاد حسب قوة حفظ وسماع الراوي من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الوعيد الشديد، لكن لا تظن أن هذا سيق لبيان ما يلقاه الولاة، وإلا أخبر صلى الله عليه وسلم أن الوالي العدل أعلى من كثير من المجاهدين درجة. نعم. ثم يأمر الله العظام ترجع إلى أماكنها، ثم يسأله سؤال تقرير، مو سؤال استعلام، لأن المرء يطرح السؤال على مخاطبه، يعني يا فلان فعلت هذا أو لم تفعله، لأنه لا يعلم هل الفعل صدر أو لم يصدر، أنت تستنطقه لترى الجواب لتعلم ما حصل، وقد يكون السؤال عن تقرير تعلم أنه هو الذي تفرد بالقيام بهذا العمل، إنما تسأله لأجل أن يقر ويعترف. هذا السؤال يسموه سؤال تبكيت، أحيانا لإظهار جرمه أو مزيته أو غير ذلك، فيسأله سبحانه وهو أعلم بذلك. فإن كان حجته قوية غلب عدله على ظلمه فالله عز وجل ينجيه ويعطيه من فضله وكرمه، وإن غلبت إساءته وظلمه فيهوي به الجسر في نار جهنم. هذا معنى الحديث مجملا، وفيه وعيد وتخويف للذين يسعون في الولايات. الله عز وجل جعل لابن آدم شهوة، هذه الشهوة تدفعه بقوة لتحقيق ما يبتغيه هواه وإن كان فيه تلفه وحتفه. كلنا يعلم أن المال الحرام سحت ويؤدي إلى خبال في العقل وإلى اضطراب في البدن، أما هذا مشاهد، من عرف يعرف ذلك، ومن لم يعرف إنما شدة شهوته اقتناء المال أضاع عنه ما يلاقيه من آلام. ترى أصحاب الشرف والتطلعات الشرف اللي يحبوا الولايات يحبون الحمد
ويرون التمجيد مطلوب أول ويسعون في الرفعة، هؤلاء يعني يلقون من المعاناة والشدة وبذل المال والسهر في الليالي وغير ذلك من المعاناة ما الله به عليم. لو لم يكن هذا غلب فذرهم في غمرتهم ساهون، الغمرة يعني شدة الشهوة، إن غمسوا فيها فلا يدركون ما يحل بهم، ولذا إذا أقلع عن ذلك علم فضل الله عليه عظيم حين نجاه من تلك. ما رأيت بعض زملائك أو من تعرفهم كيف يسعى قبل بزوغ الفجر، ما صلى الفجر ولا يكف إلا بعد العشاء بفترة طويلة، وهو يعاني ما يعاني، ثم يذهب إلى داره فيلقى حينئذ في داره ما يسوءه تعبه وإساءته، يمضي الليل والنهار وهو يساق في الآلام لا يدري. الله عز وجل له عقوبات ولا يكتفي بتلك العقوبة، إنما يظهر آثارها حينئذ بعد فترة، قد تكون سريعاً وقد تكون بطيئاً. وهذه الآثار السيئة كلنا نشاهد، ولا يصح أن تربط ما يحل بالمرء من نكبات وكروب آلام بشيء تعرفه. احمد الله على العافية واعلم أن الله لا يريد ظلما للعباد. لما قال أهل أحد رضي الله عنهم، قالوا أن هذا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم، أن هذا كيف يدال أهل الكفر على الإيمان وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو من عند أنفسكم، ابحثوا ما السبب، ما من مصيبة يصاب بها المرء إلا وهناك ذنب اقترف. حتى أنت لما تذهل تقول أين مفتاح السيارة، أين مغلاق البيت، وتضطرب، ثم بعد فترة يظهر أنه في يدك. هذا الفزع وهذه الحيرة التي تنتاب بها الإنسان ما جاءت عبث، إنما لذنب حصل منك وأراد الله كفارته وتنبيهه. الدنيا مي دار جزاء يا عبد الله، الجزاء يوم القيامة، لكن هنا دار عقوبات، وهذه العقوبات إما لأجل أن يكف أو من باب التنبيه لأجل أن يعود إلى الله عز وجل. اسمع ما بعده. فقال عمر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع. خلاص اترك هذه الزيادة، خلاص حديث آخر، الحديث الذي يليه. وعن أبي السماح الأزدي عن ابن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبي السماح الأزدي، شماخ، أبي السماح الأزدي، عن أبي الشماخ الأزدي عن ابن عمر عن ابن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى معاوية فدخل عليه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي من أمر الناس شيئا ثم أغلق بابه دون المسكين أو المظلوم أو ذي الحاجة أغلق الله دونه أبواب رحمته عند حاجته وفقره أفقر ما يكون إليه. هذا الصحابي الذي لم يسمى هنا يقول أنه دخل على معاوية وكان هو الوالي، لأن المسلمين بايعوه بعدما تنازل الحسن عن الدعوة وعن الملك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي من أمر الناس شيئا، من ولي من أمر الناس شيئا، دل على أن هذه الولاية ولو كانت مخصوصة بجزء من هذه الأمة أو بجزء من هذه الدولة، ولو قال له
اضبط هذا المرفق في هذا الحي، فهو والي، فيقول ما من، لأن كلمة شيئا نكرة، النكرة إذا جاءت في سياق نفي تفيد العموم، هذا في الأصول. إيش معنى النكرة؟ يعني ضد المعرفة. رجل وجوع وسماء وخوف، هذه ألفاظ نكرة، لأن المعارف الخوف والجوع والبطش والشدة، أو جوع زيد أو خوف السلطان، إذا أضيفت أو عرفت هذه تسمى معارف. أما إذا كانت نكرة وجاءت في سياق نفي، يعني سبقها حرف ما أو ليس أو لم أو لا يكون، أفادت هذه العموم. إيش معنى العموم؟ العموم أن هذه اللفظة عمت كل شيء يصح أن تطلق عليه شيء. كلمة شيء وموجود، هذان لفظان من أعم العموم في اللغة العربية، ما في شيء بعدها يعم. تقول العلماء والسماء والأرض والحيوان، لكنها مخصوصة، هي عامة، لكن عموم نوع من خلق الله. أما إذا قلت شيء، هل وراءه ما هو أعم منه؟ لا تجد. وإذا قلت موجود، ليس وراءه لفظ أعم منه. عرفت هذا؟ فإذا قال ما من وال يلي من أمر المسلمين شيئا، دل عنه لو قال احص من يدخل هذا البلد، أو قال له يا عبد الله اذهب فانظر عدد أغنام هذه القرية، هذا وال. كلمة شيء يدخل فيها، كلمة شيء يدخل فيها جميع من تولى من أمور المسلمين. اسمعوا الحديث الآن، يقول ما هذا الحديث فيه ضعف، والذي يليه هو الصحيح، يعني قصد هو الحسن، ما بينهم فرق كبير. من ولي من أمر الناس شيئا ثم أغلق بابه دون المسلمين، إغلاق الباب كناية عن الاحتجاب، ولقد يكون المسلم ما عنده باب ولا في غرفة، لكن لما قال أغلق بابه أي كناية أنه احتجب دون الناس فلم يحب أن يلقاهم. احتجابه عن الناس ما الدافع له؟ الدافع له قد يكون بطر نعمة ما يحب يتكلف، لأن ما يتلذذ به من معاص أو غير معاصي تصرفه عن هذه. فإذا اشتد عليه أمر الناس جعل لهم وقت، أو طلب من النواب مقابلة الناس، وأحيانا يكون الخوف، وأحيانا تكون مشاغل كثيرة، وهي دوافع الله أعلم بصاحب من يفعل ذلك. لكن كلنا قد يبتلى أنه يذهب إلى أحد من تولى من أمر الناس شيئا، قال هو يفطر قاعد يأكل طعام، يعني تعالوا له بعد الساعة 11، أو تذهب تسأله ويقول عنده اجتماع وما في اجتماع أو كذا، فيلقى ما يلقى. فهذا قد يكذب وقد لا يكذب، أو يتخذها عذرا، لكن يقول صلى الله عليه وسلم هذا لفظ العموم، ولم يأتي بعذر في ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من والي، من ولي من أمر الناس شيئا ثم أغلق بابه دونهم، يعني دون المسلمين، اقرأ العبارة. من ولي من أمر الناس شيئا ثم أغلق بابه دون المسلمين أو المظلوم أو ذي الحاجة. دون المسلمين أو المظلوم أو ذي الحاجة، كلمة المسلمين هذه الزيادة هي التي يعني ما أدركنا غور معناها، لأن الوالي والحاكم والذي تولى أمور الناس لا بد من إنصاف الجميع،
كافر أو مسلم. الكفار في العهد الأول أهل ذمة، وأهل الذمة أناس من أهل الكتاب رضوا بأن يبقوا بعد فتح الدولة، بعد فتح المسلمين ديارهم، رضوا بأن يبقوا على أديانهم، لأن الإمام يخيرهم: إما الإسلام أو تدفعون الجزية وتقبلون حينئذ شروط المسلمين أو القتل، فإما أن يقاتلوا أو يهربوا أو يبقون دفع الجزية. وهؤلاء الموجود هكذا شأن الإسلام أولا، ثم اختلف الوضع. وقد يكون في ديار المسلمين من يكون الكافر هو ذو السلطة وهو المؤثر، ويقول صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئاً أو المظلوم، المظلوم الذي وقعت عليه ظلامة، الظلامة أي وقع عليه أمر لا يجوز أن يحصل له، قد يكون تعد وقد يكون سلب حق وقد يكون شتم في عرض وغيره وقد يكون منع من أن يتصرف، والظلمات وأجناس وأنواعها كثيرة يجمعها هذا اللفظ ظلم. يأتي المظلوم ولا ينصفه إلا الوالي، لأنه لا يستطيع أخذ حقه بيده، هذا لا يمكن، لأن الناس إذا جهلوا هذا الأمر حصل الاعتداء، وإلا لو كان الضبط والأمر كما كان أول قليل من يحصل منه ذلك لعلمه بأن المجتمع المسلم لا يرضى، لأن من حوله لا يتركونه يفعل ذلك، خلاف ترى هذا الوضع السائد. الآن يرى الرجل هذا المار يعاكس هذه المرأة وهي تشتد في الهروب منه، ويعلم المار أن هذا يفعل هذا، ما يستطيع يقول لها، يقول: يا عبد الله كف عن هذا. وإن نظر إليه التفت ذاك بجرأة قبيحة في رده كذا، وهذا ضعف. نسأل الله العافية والسلامة وأن يعيد عز المسلمين. فالمظلوم أو ذوي الحاجة، أصحاب الحاجات غير أصحاب الضرورات. أصحاب الحاجات يعني عنده أمر، إذا عطل اضطربت حياته، أما أصحاب الضرورات إذا عطل عن تحقيق ضرورته قد يصاب بمرض، قد يموت، قد كذا. ويقول: حتى أصحاب الحاجات قد يحتجب. يعني: يا عبد الله، يا من ولي من أمر المسلمين شيئا ولو كان صغيرا، منهم المضطر ومنهم صاحب الحاجة ومنهم المظلوم. مراجعة الناس كثيرة، والدوائر التي تختص بحاجات الناس كثيرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من احتجب دون حاجة الفقير والمظلوم والمسكين وما إلى ذلك، احتجب الله عن حاجته وفقره في أشد ما يكون فقرا. الفقر هو قسيم الحاجة، لكن الفقر يكون أشد، لأنه ليس بالضرورة فقر يعني ما عنده مال، لا. الفقر أي ما يقطع فقار المرء، يعني السلسلة الظهرية دي إذا انكسر أحدها لا يحسن المشي، وإن مشي مضطربا. فصاحب الحاجة كذلك لا يستطيع إنجاز حاجته، لأن هناك ما يعيقه عن الانتصار. فتوعد الله عز وجل لمن فعل ذلك أن الله عز وجل يحتجب عنه، يحتجب عنه. لا تظن أن هذه الآية تنصرف إليك، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون،
لا، ما جاءت في شأن هؤلاء. ذاك حجبان عن الرؤيا، ما يرون الله عز وجل، زيادة في الإهانة. لكن هؤلاء حجبوا عن أن الله عز وجل يستجيب لهم حقوقهم، أو احتجب عنهم في إجابة دعائهم، أو احتجب عنهم يوم القيامة لإظهار خطاياهم وغير ذلك. اسمعوا الحديث الذي يلي هذا الحديث، أصرح منه وأصح منه. اقرأ. وعن رجل من أهل فلسطين يكنى أبا مريم بن الأسد. من الأسد، الأسد والأسد، السين والزاي مخرجهما في اللغة العربية قريبان من مكان واحد، ولذا العرب تستبدل أحد الحرفين بالآخر، تقول هذا من الأسد وهذا من الأسد. نعم. قدم على معاوية فقال معاوية: ما أقدمك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت موقفك جئت أخبرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله من أمره. سمعت حديثا الذي أقدمني إليك، حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت موقفك. الموقف هنا ليس بمعناه القيام بالأمر والعزيمة على إنجاز شيء، لا، قصد موقفك لما رأيتك أمامي. الموقف اسم مكان هنا، مو اسم حالة، لتقول موقف الرجل في تلك الحالة موقف شريف، لا تعني به قيامه ولا مكانه، إنما تعني به عزمه على إنجاز الأمر وإنجازه. فتقول لكن هنا الموقف لا أراد به مكان وقوف، يعني لما رأيتك في هذا المكان. لأن من لم يدرك فوارق المعنيين يشكل عليه فهم الحديث. اقرأ. لما رأيت موقفك. فلما رأيت موقفك جئت أخبرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله من أمر الناس شيئا فاحتجب عن حاجتهم وخلتهم وفاقتهم، احتجب الله يوم القيامة عن حاجته وخلته وفاقته. من والله من أمر الناس شيئا فاحتجب عن حاجتهم. الاحتجاب كما بينا له أنواع: اعتذار عن اللقاء، بعدا عنه، انتقال، أمور كثيرة. والمراد به أنه لم يقابل أصحاب الحاجات ولم ينجز أمورهم، ويقول فاحتجب عن حاجتهم وخلتهم. الخلة هي الحاجة، لكن الخلة حاجة مع فقر مع ضعف، ومنه الخلال، خلال الشيء، لأن الخلال لا يكون إلا بين أمر فيه منافذ، والأشياء التي فيها منافذ يكون فيها ضعف بخلاف المصمطة المطبقة. من ولاه الله من أمر الناس شيئا فاحتجب عن حاجتهم وخلتهم وفاقتهم، احتجب الله يوم القيامة عن حاجته وخلته وفاقته. هنا جعل القصاص يوم القيامة، فإذا جاء وعيد وهذا الوعيد اختص بيوم القيامة، لا تفهم أنه خال في دنياه من وعيد. لا، لما ذكر الله عز وجل عن المرابي يقوم كما يقوم الشيطان من المس، كالذي يتخبطه الشيطان من المس. وإن قال بعض المفسرين هذا يوم القيامة، لكن هذا يحصل في الدنيا، لأن كثير من المرابين إذا استمروا على ذلك يصابون بشيء من خبال، إما في التصرف أو في العقل، ويوم القيامة يظهر هذا جليا.
فإذا ذكر قال إن سبحانه عن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. لا تظن أنها نار يوم القيامة، لا في الدنيا معذبين بجنس مما يأكل، يصاب بأمراض ولا ينجى من كرب هذا المرض إلا بقطع شيء من أحشائه، هذا يحصل، أو بسد شيء من كذا. وترى كثير ممن يتنفس من غير المتنفس ويبول من غير موضعه، ومنهم من يمشي ببدائل، ونسأل الله العافية والسلامة وأن يقينا عاقبة هذه الذنوب. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل، كل عمل فيه معصية لا بد من عقوبة يا عبد الله، إلا إذا استغفر المرء أو أعقبها بحسنات تمحو، وإلا ما يخلو مصيبة إلا ووراءها ذنب سبق، وقد قدمنا هذا فيما سبق عند قوله سبحانه من يعمل سوءا يجز به. هذا الذي يصاب به المرء في دنيا غير المجازات، لأن الجزاء إنما هو يوم القيامة، لكن هذا كما أخبرنا من باب التنبيه أو من باب العقوبة، ومن باب العقوبة لأجل أن يعود المرء أو يكف شره، لأن بعض الناس يتمادى ثم يصاب في الآخر يعني آخر أمره بشيء يقعده عن الحركة، وآخرون بشيء يسكته حتى لا يتكلم أبد. فإذا رأيتم من أمثال هذه العظام مما يهول المرء ويسأل الله العافية، ليس بالضرورة أن يختم له بسوء، قد يكون هذا من باب العقوبة والتطهير، فيأتي يوم القيامة وهو نظيف إن شاء الله، لأن هذه من باب الرحمات. لكن هذا الذي يصاب في الدنيا يريد الله بذاك المرء إحسانا إليه، شاب تراه طري سريع الحركة فصيح، إذا رأيته عجبت به من هندامه وتصرفه، ثم يأتي بشيء ما فيقضي الله عليه بأنه لا يقوم عن فراشه أبدا حتى يموت. قد الأهل يستعجبون، وقد يكون هذا المرء فيه نوع من الزهو، يعلم الله خبيئة ما يكون، كالخضر عليه السلام لما قتل الغلام بأمر الله عز وجل وإذنه، قال أنا ما فعلته عن أمري، لكن هذا لأجل أن يتبين لموسى أن هناك من هو أعلم بالله منه. فلما قتله قال علم الله أن هذا الغلام لو كبر لأحدث في أهله فتنة، قد يكفرهم قد يبعدهم عن الله قد كذا، فأراد الله رحمة بوالديه ورحمة به أنه قتله كأنه قتله وهو غلام. كذلك هذا الذي أقعده كان من رحمة الله عليه، لأن بعض منهم نسأل الله العافية والسلام والصبر واليقين، قد يأتيه الشيطان يقول إيش هذا، يعني الذي حصل لي اعتباطا دون سبب، وأحيانا يجرؤ ويسمع من حوله أن الله ليس بكذا وأن الله ليس بكذا، قد يكون هذا والعياذ بالله. سمعنا نقلا عن أناس، نسأل الله العافية والسلام، لكن يا عبد الله إن رأيت مبتلا احمد الله على العافية، ولا يذهب بك الزهو أنك أفضل منه، لا تدري ما العاقبة. الأمر بالخواتيم كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن لله حكم في تعطيل هذا وترك هذا. الشاهد أنه إذا قال يوم القيامة احتجب الله عنه، لا تظن أنه فائت في الدنيا. الآية التي فيها
لعل في سورة الأحقاف: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم أتظن أن حياة الذي يطيع الله عز وجل ليس في قلبه زهو ولا إعجاب ولا يحتقر الناس ويرى أنه أحق بتقدير الله وتعظيمه وطاعته من غيره، قلبه صفي فصفيت جوارحه، أتظن هذا كالذي يعبث ويتكبر ويأخذ المال؟ تراهم سيان في الدنيا؟ لا والله ما هم سيان، لكن لا تعلم نعيم هذا وجحيم هذا، وإلا من عالج الأمرين يدرك ذلك. فإذا توعد الله لمن أتى بالذنوب يوم القيامة ما تظن أن لا قصاص في الدنيا؟ لا، ما يمكن حياة هذا وحياة هذا، هذا طيب الحياة، طوبى لهم وحسن مآب، يعني في الدنيا حياة طيبة وحسن المرجع يوم القيامة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل يسأل يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، ولكن قال صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وغفلت عن الصلاة صل عليه. اللهم صل عليه وسلم تسليما. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له برفع الدرجات. أنت تقول للمرء، أنت تدعو للمسلم اللهم اغفر له وارحمه، وتدعو للكافر والعاصي بالهداية، لكن ما تقول لرسول الله، لا تسأل الله لرسول الله المغفرة، ما ورد هذا. غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن تقول اللهم صل على محمد، يعني ائته من الذكر الحسن وارفع شأنه. من قال هذا يريد به وجه الله وتذكر الحسنات فإن الله يثني عليه 10 مرات. الأذكار كثيرة والدعاء كثير، لكن هذا إذا صادف تذكر، وإن نسيت ولو مرة في المجلس، فإن من فوائد هذه المجالس المرحومة أنها تذكر المرء بالله عز وجل وتحيي قلبه. قول السؤال يا عمر، يا أبا عمر. يقول: إن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، ولكن بعض طالبي العلم يقول إن الركعة بمئة ألف صلاة، فما هو الصحيح؟ هل الفريضة أم الركعة؟ جزاكم الله خيرا. ما أعرف طالب العلم هذا إيش قصده، هل قصده أنه يريد أن يزيد الفضل أكثر من رسول الله، يا مساومة يا عبد الله أنك أفضل من فلان، ولا الحسنات التي تأتي بها؟ لا ينبغي يا عبد الله، لا تقول طالب العلم يقول كذا. لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الصلاة بالمسجد الحرام تعادل 100 ألف، يعني احرص على الجماعة في المسجد، فمن عجز وصلى خارج المسجد في مساجد مكة له من الفضل العظيم، وبقدر نيته بأنه يأتي فما استطاع قد يؤتيه الله الأجر، لكن الفضيلة بمئة ألف ما كان حول الكعبة، ومن صلاها خارج ذلك فله من الفضل العظيم. فإذا حبيت تتزيد وتأتي بصلاة أفضل من الصلاة الإبراهيمية أو ذكر من الأذكار، كما يأتي يقولون أصحاب الجوالات هذه، يأتي فلان يقول اسمع هذه، قلها كذا مرة وادعو إليها، فإن فعلت فلك من الأجر، يخترع وشيء ما أدري من يجيبه، وإن لم تفعل حصل لك من الوزر والآثام، ولا أدري العقوبات كيف يجرأ المرء عليها أو الحسنات
هذه لا يملكها إلا الله عز وجل. ثم تجد في هذه النصوص أمور مخالفة ما وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت النص عن رسول الله لا تقول قال فلان ولا تروي هذه، لكن لو قلت قال فلان ولنا حديث عن رسول الله يقول كذا هذا شيء آخر، لكن ما ثبت عن رسول الله لا تقارنه، لا تقول قال فلان وفلان. نعم. سائل يقول أنا رجل أكثر النوم. أنا أزيدك مثال. قال صلى الله عليه وسلم حين أرشد الناس ورغبهم في قراءة القرآن ذكر أن كل حرف بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذه اختلف فيها أهل العلم، هذا اختلاف مو في الحديث ولا في الأجر، لكن اختلافهم في دلالة هذا الحديث على المعنى المراد. هل المراد فعلا أن إذا قلت الرحمن على العرش استوى الألف واللام الشمسية بعشرة والراء بعشرة والحاء بعشرة ومدها بعشرة والميم بعشرة والنون بعشرة، أو أنها لفظ واحد؟ الحرف في لغة العرب ولغة القرآن والسنة وأوائل الصحابة والتابعين، الحرف بمعنى الكلمة، يطلقون على الكلمة حرف. أما الحرف بمعنى آ با تا ثا هذه متأخرة، هذا بعد سيبويه، ليس هذا المراد من الحرف. فإذا كان كذلك يا عبد الله، إذن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم حرف، الألف حرف واللام حرف والميم حرف؟ أليست هذه الحروف التي نعرفها من ألف با تا ثا جيم حا؟ قالوا له لا، لو كان المراد كما ظننت يا عبد الله كان يقول صلى الله عليه وسلم ألم، ما قال ألم، قال ألف لام ميم، كيف تنطق هذا الحرف الأول؟ تقول ألف، دل على أنها كلمة، لام هذه كلمة وميم هذه كلمة، في لغة العرب الأول يسمى هذا حرف وهذا حرف وهذا حرف، أما إذا جئت بكلمة مستقلة فهي حرف. عرفنا؟ عشان لا تذهب إلى قوله على أنها حرفين بعشر حسنات، لا، هي حرف واحد. رجل يسأل يقول أنا رجل أكثر من النوم، فما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم؟ الإكثار من النوم قد يكون عن شبع، الرجل إذا أكل كثير لا بد ينام كثير، وقد يكون عن مرض. النوم إذا أدى إلى ضياع واجب هذا يجاهد المرء قدر الإمكان نفسه، إذا كان أكلك كثيراً يمنعك من شهود صلاة الصبح لا تأكل يا عبد الله في الليل، قل في غير الوقت كذا، وإن كان سهرك في المناسبات أو في الدعوات تمنعك من حضور القلب في صلاة الفجر، مو حضور صلاة الفجر، قد يحضر كلنا صلاة يشهدها، لكن فرق بين من يشهدها ويعلم القارئ ما الذي يقرأ ويتمنى أن يطيل، وآخر قلق يضطرب ويتمايل ما يتماسك نفسه ولا يدري ما قال القارئ، قال أنا صليت الصبح، لا، ليست هذه الصلاة المطلوبة. فإذا كان سهر يفضي إلى ذلك ما ينبغي أن تسهر يا عبد الله، فإذا كان نوما عن شيء آخر فالنوم ليس فيه تفريط. وما يسأل الناس عن كثرة، ما يسأل السائل عن كثرة النوم، يقول لو نمنا ففتنا الصلاة ونحن حريصين عليها،
يعني ليست دائماً وأبداً، تحدث أحياناً. هذا قد يكون من رحمة الله بالمرء أنه ينام ويحصل له من رفق الله به. نعم. ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج؟ هل وضع الولائم الكثيرة؟ إيش هديه في الزواج ولا هديه في الطعام؟ إلا الطعام، أطعم في الوليمة من يحتاجها، شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك لها الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني واجب حضورها، مع أنها من شر الولائم. الولائم كثيرة، دعوة العرس والختان والنزول والقدوم من سفر والضيافة للزائر وإكرام كذا، شرها أيها؟ طعام العرس. لما ذكر صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك؟ أن أصحاب الحاجات قليل ما يأتوها، لأنه أول ما يفكر رؤساؤه وأجناسه من أهل كذا، ثم إذا خطر له الفقير الذي يسكن أقصى الحي يقول لو دعوته بين هؤلاء لملوا، ما يدعوه. الشاهد يا عبد الله، كلما قلت مؤنة النكاح كثرت بركته إلا في الإطعام إذا كان من هذا النوع. أما إذا علمت يا عبد الله أنها مباهات وأنها افتخار، احضر اجبر خاطر كذا ولا تطعم، ارجع إلى دارك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد.